السلطه البارحه كتري بالناس المنازل ديالهم في الثانيه الغربيه ها التراكسات راه بداو كيريبو عاد كيجيو هاد المجلس هذا تسولوا واش غادي نصرحوا ولا لا واش غادي نعطيو لوطوريزاسيون ولا لا راه اعتقاد كبير عند المنتخبين وهذا المجلس هذا واش حنا غير زايدين في هاد المدينه هذه وماشي اول مره راه دارت مجموعه ديال التوسيعات في المحيط باش خرجوا غير الخدمه جابت الزرد طارت وعاد كشهر من بعد ولا شهرين عاد كيجي هذا المجلس اجي الله يخليكم هذوك المستشارين جمعوهم يصوتوا لينا واش حنا زايدين واش حنا شايطين حنا الممثلين ديال السكينه والسكينه اليوم ما كتغوت والاذهان هذا الشيء هذا كيفتح المجال لدعاوي ديال الاعتداء المادي ضد الجماعه ديال الرباط لان بدا الاعتداء المادي دون صدور القرار ديال مجلس البلد ديال الرباط فهذا خطا كيتكرر ديما وهذا كنعتبره احتقار للمنتخبين عمر الحياني عضو مجلس مدينه الرباط عن فيدراليه اليسار الديمقراطي اليوم انعقدت واحد الدوره استثنائيه في مجلس مدينه ديال الرباط اللي خصصت بالاساس المناقشه ديال مخطط التهيئه ديال عضبه عكراش وايضا التغيير ديال القانون الداخلي ديال المجلس بالنسبه لهضبه عكراش هذه المره الثالثه في ظرف خمس سنوات لهذا المخطط التهيئه كيتعرض على المجلس بدون ان تتم المصادقه عليه من طرف او نشره في الجريده الرسميه فهذا كيجعل ان المناقشه ديال المخطط التهيئه كترجع للمجلس وطلبنا نعرفوا علاش كاين هاد عدم النشر ديال المخطط وما كانش عندنا جواب شافي لحد الساعه مازال ما فهمناش علاش هاد المخطط هذا مازال ما تنشرش وتم بدء العمل به هذا المخطط هذا مازال فيه نفس الاشكاليات اللي كانوا في المخططات اللي تعرضوا قبل على المجلس واولها هي غياب العداله العقاريه بالنسبه للملاكين كاين واحد مجموعه ديال الملاكين صغار في الارض ديالهم اللي غادي تقام اكبر التجهيزات العموميه اللي كاينه في هاد الهضبه ديال عكراش وبالمقابل كاين مجموعه ديال المحظوظين واشخاص نافذين في الدوله اللي غادي تعطاهم تراخيص ديال اخ بلس 4 واخ بلس 5 واحياء راقيه في هاد الهضبه ديال عكراش هذه فهذا هو الاشكال الاساسي اللي كاين في هاد المخطط ديال التهيئه المقابل بالنسبه للتغيير ديال النظام الداخلي فكتعرفوا ان فيدراليه اليسار كانت اعترضت بشكل قوي على التعديلات اللي كانت جات لها الرئيسه القديمه والمكتب القديم اللي كتخص بالاساس التثقيف ديال عدد الاسئله الكتابيه ومنع التصوير ديال الجلسات فلجانا للقضاء الاداري وتم الغاء هذا القرار من طرف القضاء الاداري وتم انصاف فيدراليه اليسار وباقي مكونات المجلس ان هذا كيعني الديمقراطيه المحليه فتم اليوم تغيير هذا القانون الداخلي وتم حذف هذاك التثقيف ديال الأسئلة الكتابية وتم حذف المنع ديال التصوير ديال الجلسات وأيضا تم إضافة ديال الإحاطات اللي كانت مطلب ديال مجموعة ديال الفرقاء السياسيين منذ مدة كبيرة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.